على كل كنا سمعنا ايضا خبر بارز الاسبوع الماضي حول تحويل او نيه تحويل مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطيات العامه السعوديه الى صندوق الاستثمارات العامه لاستثمارها محليا ودوليا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا مباشره من جده السيد عمار شطه، العضو المنتدب في شركه الخبير الماليه. سيد عمار صباح الخير، اهلا وسهلا بك معنا. ما رايك بهذه الخطوه لتعزيز بالطبع الامينيشن او ذخيره صندوق الاستثمارات العامه للاستثمار داخليا وخارجيا بمبلغ 100 مليار ريال عبر تحويلها من الاحتياطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة برجع على التاريخ بعض الشيء لإعطاء معلومة عامة للمشاهدين. ليش ما كان هناك صندوق سيادي في المملكة في الفترة قبل حكم الملك سلمان بن عبد العزيز؟ في عام 75 ميلادية، 1975 ميلادية، في فترة الطفرة الأولى، كان طبعا أرقام دخل ضخمة تدخل على المملكة أو فوائد ضخمة، وكان في وزيرين عينوا في عهد الملك خالد بقياده ولي العهد ذيك الايام الملك فهد الله يرحمه ويرحمهم كلهم. الوزيرين وزير الماليه محمد ابو الخير ووزير التخطيط هشام ناظر. وجهه هشام ناظر كانت وزير التخطيط الله يرحمه انه يجب ان تستغل هذه الفوائد لتسريع عمليه التنميه في المملكه العربيه السعوديه للحاق بالدول الصناعيه. وجهة نظر وزير المالية في ذلك الوقت هو استخدام تلك الفوائد لتوازن الدخل في المملكة بعيدا عن النفط واستقرار دخل المملكة على المدى الطويل لخدمة الأجيال القادمة. للأسف القرار في ذلك الوقت أخذ أنه هو تسريع عملية التنمية، ولذلك عمره ما كان في صندوق سيادي بالطريقة اللي نشوفها أو نبغاها الآن. لو استثمرت الأموال كما كان يقترح معالي الوزير محمد أبو الخيل لكان اليوم عندنا أنا في رأيي مليار تريليون دولار متوفرة في المحفظة الاستثمارية السيادية. جامعة هارفارد تقول لا، كان عندنا تقريبا 2 مليار 2 تريليون دولار تريليون دولار، وهو الرقم السحري اللي الأمير محمد بن سلمان اليوم يعيد هيكلة المحفظة على أساسه. الحاصل الآن نحن بننتقل من محفظة كانت لتسريع التنمية إلى محفظة استثمارية لتوازن دخل المملكة على المدى الطويل، ولذلك نحن في حاجة لضخ ال 26 مليار دولار. ليه؟ لأنه للأسف المحفظة الموجودة الآن إسليكويد أو غير قابل للتسييل لعدة أسباب. أولا فيها شركات ضخمة لا يمكن بيعها مثل ثابك، أو شركات اللي نحن نسميها جو نو وير، لا هي خسرانة لا هي ربحانة، زي شركة الأسماك، زي بعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو مدينة المعرفة. هذه شركات يعني فاقدة للقوة الاستثمارية أنك تبيعيها الآن، أو في استثمارات كانت سياسية زي الشركات الاستثمارية تنشأ بين السعودية ودول أخرى مثل مصر وموريتانيا وتونس والآخرية. هذه الشركات طبعا عادة شركات سياسية لا تحقق العوائد، فبالتالي هم مجبرين عشان يعيدوا هيكلة المحفظة أو إعادة توازن المحفظة ضخ 26 مليار دولار. سيد عمار، السؤال هو ضخها بأي نوع من الاستثمار؟ لأن حضرتك ذكرت أنه المشكلة كانت أنه الليكويد أسيتس، الاستثمارات، صندوق الاستثمارات العامة لا يمكن تسهيلها بسهولة. اليوم لا يزال الوقت مبكر جدا عبر الاستثمارات التي حدثت حتى الآن بآخر أشهر حتى نقدر نستنتج منها استراتيجية استثمارية. حضرتك برأيك هل اتضحت لك صورة كيف سيتم استثمار هذه الأموال عندما يقولون محليا وخارجيا؟ وبرأيك لو كنت مكان سيد ياسر الرميان، ما التوجه الذي كنت اتبعته؟ النقطة الحقيقة المهمة واللي هي حقيقة تثلج الصدر انه 4 من 5 من اعضاء مجلس ادارة الصندوق السيادي هم كلهم من خلفية من هيئة السوق المالية. يعني محمد آل الشيخ كان رئيس الهيئة السابق، محمد الجدعان كان رئيس الهيئة السابق، ياسر رميان سي او للفرنسي كابيتال وهو طبعا كان تابع لهيئة السوق المالية، والاخ العزيز احمد الخطيب كان رئيس افضل شركة في ذلك الوقت تابعة لهيئة سوق المال اللي هي جدوى. فهم عارفين انه هناك مشكلة كبيرة الان يجب ان يواجهوها، خاصة ان هم من هذه الثقافة، انه الثقافة اللي هي
عملية الإفصاح والحوكمة، نحن ما عندنا إفصاح كافي الآن. يعني أنا مثلا أسأل، في هناك أسئلة مهمة بالنسبة لي كمستشار مالي أن أعرفها، من يملك الثروة ومن المنتفع من هذه الثروة؟ يعني أنا ممكن يكون الثروة ملكي أنا، لكن الانتفاع هي الأجيال القادمة، أبنائي أو أبناء أبنائي. فيجب أن نعرف من يملك الثروة ومن سينتفع منها، هل هي الأجيال القادمة، هل هي لتوازن الدخل على المدى القصير، هل هي لتوازن الدخل الدولة على المدى الطويل. هذه الأسئلة لا يوجد لها إجابة. أول ما تجاب على هذه الأسئلة حيكون عندنا، حنكون investment objective أو هدف استثماري وخطة استثمار، وبالتالي تكون العملية واضحة أمامك وأمامي. النقص في عملية الإفصاح الحقيقة عملية شبه مزعجة، لأنه هناك ضغوطات كبيرة على القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية للارتفاع بقدراته عن طريق وضع حوكمة وإفصاح والضغط عليه بزيادة الإفصاح. وأنا أعتقد أنه الصندوق السيادي يجب أن يمارس نفس الدور على نفسه، وخاصة أنه ثقافة أعضاء مجلس الإدارة واضحة أنها جاية من ثقافة تهتم بالإفصاح والحوكمة والإدارة السليمة. سيد عمار، كيف فهمت موضوع الاستثمار الداخلي؟ لأنه نحن نعلم أن صندوق الاستثمارات العامة حتى اليوم كانت استثماراته كبيرة بالقطاعات المحلية، بينما التوجه الجديد للحكومة يبدو أنه نوع من ريترانشمنت، أكثر ابتعاد عن تدخل الحكومة بالقطاع الخاص وتركه أكثر، أن يعني ترك المجال أكبر لحيوية القطاع الخاص. فاليوم عندما نقول توجيه جزء من الاستثمارات محليا وخارجيا، وبنفس الوقت عندهم أمر دقيق اللي هو صدرت إشاعة أنه قد يتخرجون من بعض الأسهم محليا، رجعوا نفيوا هذا الأمر لأنه أكيد هذا موضوع دقيق يؤثر على تداولات السوق. فبرأيك ما الخط الفاين لاين اللي بدهم يمشوا عليه لحتى لا يؤثروا على السنتمنت بالسوق المحلية وبنفس الوقت يقومون باستثمارات مجدية؟ هم طبعا لذلك ضخوا 26 مليار دولار عشان لا يأثروا على السنتمنت، لكن هي زي ما قلت في بداية اللقاء أنه نحن ننتقل من محفظة استثمارية لتسريع التنمية إلى محفظة استثمارية لتوازن الدخل، وبالتالي الاستثمار يجب أن يكون متجرد من أي عواطف أو أي ضغوط سيادية أن نستثمر في أمور تنموية قد لا تكون اقتصادية. يعني أخطأ الصندوق الحقيقة قبل عهد الملك سلمان في دخول في استثمارات يعني كان المفروض ما ندخلها، مثلا مدينة الملك عبد الله الإعمار، عندك مدينة المعرفة، عندك شركة الأسماك، عندك شركات، يعني شركات حقيقة دخلوا فيها. أنا لا أعتقد أنه المفروض صندوق سيادي يدخل في شركات أو مشاريع الجرين فيلد أو مشاريع على الخريطة لم تبنى أو لم تؤسس، لأنه هذه الثروة ثروة شعب يجب أن تستثمر للأجيال القادمة أو لاستقرار دخله على الأقل. وبالتالي هم في موقف اليوم واضح وصريح، يمكن ما بيطلعوا الإعلام عشان كنا نطالب بالإفصاح ونكون واضحين مع المواطن، أنه هذه الثروة أو هذه المحفظة سوف تدار بطريقة مختلفة ولن تكون مدارة لأمور تنموية المفروض القطاع الخاص يستغلها ويندفع نحوها بالتحفيز اللي حتسويه الدولة. المفروض هذه المحفظة تركز على الاستثمار في الاستثمارات ذات أجل معين لتحقق الاستقرار للدخل الدولة على المدى المتوسط والطويل. ولذلك أنا أعتقد وأنصح أنه عدم الاستثمار في أي مشاريع داخلية إلا إذا كانت ذات جدوى وبدأت في عملية التشغيل وإنتاج أو إخراج التدفقات النقدية الموجبة، غير كذا خطأ حقيقة. شكرا جزيلا لك سيد عمار شطأ، العضو المنتدب في شركة الخبير المالية.